يا على انت من دمار، من دمار ودمار ما تلد الا كل فاجر كفاره. محمد اخوك يقاتل يجمع الناس فيلقي فيهم بالجبهات كم من شباب ليقاتلوا اهلهم. محمد اخوك يجمع شباب الناس وعياله بالمراقص ويجمع شباب الناس ويلقيهم في الجبهات حطب ليقاتلوا كل من يقول لا اله الا الله. كفر لي الشاهين مش وقتي يا حبيبي. وانت كنت تستقبل المتحولين جنسيا في دمار، ما بش واحد مقع عربته، ما بش واحد من ورعان المنظمات الا ومقاع عربته عليك. لعنة الله يا فاسق، يا لعنة الله عليك وعلى ذيك الصورة. ولي انت اول من عرب مهند ردين، انت يا علي البخيتي. مهند ردين يجلس عندك سنة او تنكر. مهند ردين ومحمد البكاري جلسوا عندك سنة، صح ولا انا كذاب؟ صح ولا انا كذاب؟ صح ولا انا كذاب؟ بل انا صادق فيما اقول. جلس تعربهم سنة وتقود عليهم. عليك لعنة الله، حد الله بيني وبينك، حد الله بيني وبينك. قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعندما تصل بك الجرأة إلى مهاجمة ربي الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا بيني وبينك. عندما يبلغ فيك الشر يا وجه الشر إلى أن تتجرأ على كتاب الله وعلى أنبيائه ورسله وعلى كتابه، فهذا حدا بيني وبينك. فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أنت ولا الحجوري. وإني ومن هذا المكان أدعو كل غيور على دينه وكل محب لله ورسوله وكل إنسان عمل سيئة وأراد أن يكفرها الله فليكفرها بعلي الحجوري وعلي البخيتي.